إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما شاء الله ما شاء الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة.
لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة Thank you.
ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كريستال عندك يا شوية كريستال ده كده فين؟ هذا كريستال ده كده؟ كريستال كريستال ده هات اسف اسف قبل ما قبل ما انا ما جيش مش شايف صوتنا سكيسة تاني خلوق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبع عشر. سبع عشر. يعني ايه؟ مقامات. سبع عشر. سبع مقامات. مقامات؟ ما هو القراءة القرآن مقام واحد. والضحى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. بطلش ليه بفك الصوت. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى مكتوم بالصوت وخليه يفتح في الصوت. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل وسلم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. حرق صاحب نے ہمارے بچوں میں حرکت پیدا کر دی بلکہ زندگی کی لہر یہ بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے بیٹھے ہو رہا ہے ملائکہ کا نزول. اوپر دیکھو ہو رہا ہے ملائکہ کا نزول سلسلہ. شکرا شکرا بارک اللہ فیک. آج جو مانگیے عطا ہوگا. آج جس نے کلام باری ہے دعا مفل عبادہ. تو عبادت کا مغز ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن خیر آبادی دامت برکاتہم مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند سے کی تشریف لے آئے اور آپ نے گاؤں کے آج کی اس نورانی عالمی تذاتی کانفرنس کا شکرا شکرا شکرا. ما نسمع الله 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 الله